وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، في ظل التصعيد المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كيف ترى وفي أي إطار تضع التأكيد المصري الدائم على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. مصر تؤكد على الثوابت والمحددات التي تعمل عليها طوال الوقت. الموقف المصري ثابت ولا يتغير، ومصر لديها بالذهاب إلى مسارات التفاوض والوساطة من أجل القضية الفلسطينية، لكن أيضا هذه المرونة في التحركات المصرية لا تتعارض مع الثوابت والمحددات التي تضعها الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف. وأهم هذه الثوابت هو طبعا الرفض الكامل والتام للتواجد العسكري الإسرائيلي سواء في محور فيلادلفيا أو طبعا فيما يتعلق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذه محددات أساسية، وفي الحقيقة أن الدوافع المصرية هنا واضحة وصريحة. نحن نتحدث عن عدم شرعنة وجود جيش الاحتلال مجددا داخل قطاع غزة، لأن هذا يمهد بإعادة احتلال القطاع من جديد، وهذا أمر مرفوض رفضا باتا ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية. إذن مصر تضع محددات أساسية حفاظا على مستقبل القضية الفلسطينية، وأيضا بالتأكيد حفاظا على أمنها القومي والمهددات خاصة بأمنها القومي. وبالتالي سواء فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية أو الأمن القومي المصري، الدولة المصرية تضع محددات هي يعني لا نقاش ولا فصال فيها. أيضا ما يتعلق طبعا بتعنت الجانب الإسرائيلي، وهذا أصبح واضح من العيان، يعني الجميع يدرك الآن أن الجانب الإسرائيلي وخاصة بالتحديد يعني نتنياهو أصبح يحاول فقط الحفاظ على وجوده في هذه الحكومة، حتى لو كان هذا على حساب إشعال المنطقة بالكامل. يعني توسع دائرة الصراع، وهذا ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا، الآن يحدث في الإقليم، والنار التي تشتعل في الإقليم الآن سببها في الحقيقة هي أطماع نتنياهو ورغبته في الاستمرار في الحكم حتى لو كان هذا على حساب الأمن والاستقرار الإقليمي. بالمناسبة يمكن هذا الاتساع في الصراع يرتد الآن حتى إلى الداخل الإسرائيلي، وربما تشتعل الأوضاع أكثر خلال الساعات القادمة والأيام القادمة في الداخل الإسرائيلي بسبب التعنت الخاص بنتنياهو فيما يتعلق بعدم الاستجابة لمطالب أهالي المحتجزين الخاصة بالذهاب إلى صفقة. وبالتالي الوضع الآن متشابك للغاية، وفي ظل هذا التشابك بتوضح الدولة المصرية رؤيتها وثوابتها ومحددتها في العمل تجاه هذه القضية. لن تتنازل عن الحفاظ على القضية الفلسطينية، ولن أيضا ترضى بأي من المهددات التي تهدد الأمن القومي الإقليمي وأيضا أمن مصر. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.